السلام عليكم ورحمة الله، الحمد لله وبعد. نتكلم إن شاء الله في هذه المادة عن Developmental Psychology، علم النفس النمائي. طيب، Developmental Psychology عندنا فيه عدة قضايا. سنتكلم عن Life Span Approach بشكل عام، بعض القضايا حول Developmental Psychology، بعدين بعض النظريات حول ذلك أولا بأول. فنبدأ بـ Life Span Approach. هو اصلا لايف سبان ابروتش، هو هذا كلمه اخرى نعبر فيها عن الديفلوبمنتال سايكولوجي. ما هو الديفلوبمنتال سايكولوجي؟ باختصار هو الستادي اوف ذا تشينجز ذات اوكير ان بيبلز ابيليتي اند بيهيفيرز از ذي ايج. باختصار الاشياء النفسيه كيف تتطور او بتتغير مع المراحل العمريه المختلفه. الانسان عمره سنتين، ثلاث، اربع، 10، 20، 30، 40، 50، 60، كيف تتغير المتطلبات النفسيه، السلوكيات، الطباع الشخصيه وهكذا. هذا باختصار ديفلوبمنتال سايكولوجي. وهذا بطبيعة الحال، وكأن هناك افتراض ضمني واعتراف بأن السلوكيات والتجارب الداخلية للإنسان متغيرة من الولادة إلى الموت. طيب، حول الأبحاث حول هذا الموضوع اللي هو developmental psychology، فهناك عدة طرق لبحث القضايا في علم النفس النمائي. في ناس بفضلوا دراسة الأمر تحت هذا العنوان normative development، وهو باختصار إنه the typical sequence of developmental changes of a group of people. فباختصار إنه إحنا وكأنه ندرس إيش اللي بيحصل في الطبيعة، تمام، في طبيعة البشر، سواء مجموعات البشر أو ندرس أفراد معينين وندرسهم على مدى طويل. ولذلك عندنا باختصار لدينا نوعين أساسيين أو شكلين أساسيين لدراسة هذا الأمر، منها الكروس سكشنال ميثود واللونجيتيودينال ميثود، وهذه امور تكلمنا فيها سابقا لما تكلمنا عن الدراسات. اما الكروس سكشنال ميثود فانا اريد ان ادرس المراحل العمريه المختلفه والمتطلبات النفسيه او الامور النفسيه في المراحل العمريه المختلفه. ماذا افعل؟ ادرس الناس بشكل عام، ادرس مجموعات من الناس، مجموعه من الناس عمرهم سنتين، مجموعه من الناس عمرهم 4 سنوات، مجموعه من الناس عمرهم 10 سنوات، مجموعه من الناس عمرهم كذا كذا وكذا، وانظر في الاختلافات فيما بينهم، وبناء على هذا افترض انه تمام العمر سنتين يكون كذا وكذا، عمر 3 يكون كذا وكذا، لانه المتوسط الناس اللي كان عمرهم كذا كان عندهم كذا باختصار، تمام. فكروس سكشنال تكون، في حين اللونجيتيودنال ستاديز فانا لا وكاني امسك بعض مجموعه من الناس، سامبل، عينه، وهذه العينه اراقبها واراقب تدرجها اولا باول. فأراقب نفس الشخص وهو عمره سنة، سنتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، 10، 20، 30، 40، وأنظر في التطور. وأنظر في التطور، واضح جدا أن الكروس سكشنال ستاديز أرخص وأسهل ويمكن دراسة أعداد كبيرة فيها بسهولة، في حين اللونجيتيودنال ستاديز بتكون أغلى وأصعب، ولكنها قد تكون أدق في من ناحية مراعاة الفروق الفردية في الحالات المختلفة. طيب، بناء على هذا فهناك عدة قضايا بنتكلم فيها قبل ما نتكلم عن النظريات. الآن من الإشكالات اللي طرحناها في عدة مساحات نفسية سابقا، اللي هي nature versus nurture، الطبيعة في مقابل البيئة بين قوسين، أو ما يحصل لاحقا. ولدينا وجهتين نظر متطرفتين ونرجح بينها. فهناك الماتشوري، يعني خاصة بالنسبة للديفلوبمنت، خاصة بالنسبة للديفلوبمنت كأي قضية نفسية أخرى، هناك ناس يميلون إلى أنه كل شيء نيتشر هي الأساس فيه، الجينيتيك هي الأساس، وفي ناس يقولون لا، نيتشر، التعلم، السوشيال، الكذا. فنفس النقاش هنا يحصل عندنا في developmental psychology. فهناك ممكن نسميهم من الماتوريشن ماتوريشناليست، من ماتوريشن يعني النضوج، فممكن نسميهم ماتوريشنستس. الماتوريشنستس بيعتبروا أن الشيء الأساسي في الديفلوبمنت في نفسية الإنسان هو نفسية الإنسان الواحد وهو صغير ولما كبر، وهو إنه هذا بيحصل نتيجة الماتوريشن الطبيعي، الماتوريشن الطبيعي، البيولوجيكال ماتوريشن. خلص هو بصير عمره سنة سنة، زي كيف بيطول، زي كيف بيكبر جسمه، زي كيف، وهكذا. فالأشياء النفسية أيضا على هذا القانون تحصل عن طريق الماتوريشن الطبيعي. في حين الناس الذين يغلبون موضوع الانفايرمنت، فممكن نسميهم انفايرمنتالست، بيحكي لك لا، هو الشيء الاساسي بالعكس هو المحيط، البيئه وهكذا.
وهذا طبعا قائم على، تتذكروا الكلام لما حكينا عن لوك، جون لوك اللي كان يحكي عن بلانك سليت، الإنسان إنه صفحة بيضاء ويتعلم بعد ذلك. تمام، الآن عشان نكون واضحين، هذه أطراف إحنا بنحكي بكل وضوح إنه children is not a blank slate. فلا، هو أصلا في innate reflexes، في أشياء داخل بتكون موجودة فيه من أول ما يولد، ثم بعد ذلك تتفاعل مع المحيط وتؤثر وتتأثر في المحيط حتى يحصل هذا التطور أو النماء. فبشكل يعني خلينا نحكي متكاتف، يعني هذه تؤثر على هذه وهذه تؤثر على هذه وخلصنا. طيب، من النقاشات ايضا من القضايا في موضوع الديفلوبمنتال سايكولوجي لما نيجي ندرس المراحل العمريه المختلفه والمتطلبات النفسيه في كل مرحله عمريه، قضيه انه تمام، هل نماء الانسان من ناحيه نفسيه، مره ثانيه من ناحيه نفسيه كلمه كبيره، تمام، معناها السلوكيات، مهارات، مشاعر، اتيتيود، بيرسوناليتي، موتيفيشن، ذكاء، اللي بدك اياه. الان بعض النقاشات تحصل في انه تمام، هل هذا النماء مستمر ولا هو بيوقف عند مرحله معينه؟ يعني هل هو أول 5 سنين، 7 سنين، 18 سنة، 20 سنة، ولا هو شيء مستمر؟ هل هو gradual ولا stage oriented؟ شو يعني gradual؟ شو يعني stage oriented؟ gradual يعني gradual يعني متدرج، أم هو stage oriented؟ خطوة ثم خطوة ثم خطوة، وكأنه بين الخطوة والخطوة ما في شيء، يعني مباشرة من خطوة إلى خطوة، خطوة إلى خطوة، مش gradual على شكل على مهل شوي شوي. وهذه النقاشات صراحة في على كل، يعني على كل طرف من هذه الأطراف ما يؤيده من المشاهدات والإحصاءات وأحيانا الدراسات العلمية المحكمة. ولكن الخلاصة إنه نعم، في أشياء في النفس البشرية هي تتطور فيها بيكون gradual، في أشياء بتكون فعلا step wise نوعا ما، يعني لا يمكن ملاحظة إنه صار في graduality، بالعكس صار في انتقال سريع. في أشياء فعلا بتتوقف لمرحلة عمرية معينة، في بتبدأ تقل بعد ذلك، وفي أشياء لا فعلا continuous. سؤال كبير، وإجابته لا يجب أن تكون تفصيلية، ولا يجب أن تكون هناك إجابة حاسمة وساذجة. يعني مسألة مهمة أيضا من القضايا حول علم النفس النمائي ودراسة هذا الأمر، من الأشياء التي تدرس خاصة في موضوع الـ Stage Oriented Developmental Psychology، إنه في أحيانا أوقات بيسموها Critical Period، أو أحيانا بيسموها Complex، اللي هو أو بسموها نعم critical period أو crisis period، crisis نعم crisis، crisis أو critical period، اللي هي بيكون مرحلة عمرية أو مرحلة معينة في حياة الإنسان الأصل أن يحصل فيها مهارة معينة أو يحصل معه شيء معين، أو فإذا لم يحصله خلاص ممكن نروح عليه. تمام، هاي من القضايا اللي تدرس اللي بتخلينا نحكي تمام، إذا الموضوع ممكن يكون مستمر، ممكن يكون منقطع، ممكن يكون gradual، ممكن يكون stepwise، ممكن يكون في 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 مراحل عمريه هي اللي بتكون مفصل، وكانها احنا ماشيين في طريق بنروح يمين او يسار وهكذا، يعني مش بس خطوه اذا ما طلعت ما تطلع للخطوه اللي بعدها، وما تطلع الخطوه اللي بعدها، لا هو اصلا زي طريق بتمشي يمين او يسار، بعدين بتمشي بعدين بتروح يمين او يسار وهكذا. طيب، من الامور ايضا اللي المشكله في دراسات ديفلوبمنت سايكولوجي، اللي هو احيانا عدم الانتباه للاختلافات البيئيه والثقافيه بين البيئات المختلفه، خاصه لما تكون كثير من الدراسات هي في في اوروبا وامريكا، خاصه اوروبا الغربيه، حتى لا عدم مراعاه لاوروبا الشرقيه اصلا او حتى الشرق بشكل عام. وان كان الدراسات اولا باول تراعي هذا، لكن هذا اشكال كان، خاصه للنظريات اللي تعمم بيعملوا لها جنراليزيشن على كل البشر، خاصة لما يكون في فروقات عميقة في موضوع تطور الإنسان ونمائه في داخل مجتمع معين. لأنه بعض المجتمعات احنا بنسميها collective culture، أو ممكن نسميها collectivist culture. ففرق الإنسان لما يكون بمجتمع تكاملي أو تجمعي، وبين المجتمعات الفردانية individualistic أو individualist cultures، اللي هي زي المجتمعات الغربية اللي يغلب فيها مصلحة الفرد على مصلحة الجماعة، وما في تجمعات فعليا اجتماعية حقيقية. ففرق على كل حال. فكل هاي القضايا هيك مرورا عليها، بعض القضايا التي تؤخذ بعين الاعتبار لما تبحث هذه المسائل. ومرة أخرى، احنا ما زلنا في هذه المادة، احنا نمر على وكأننا نفتح باب جديد من أبواب العلم، فبنفتح بعض ابوابه. فاحنا اليوم نفتح باب علم
علم النفس النمائي developmental psychology. تمام؟ فواضح جدا انه احنا في كثير من الامور احنا بنطرح اسئله ونجيب بعض هذه الاسئله، لا, لا ليس لنا وليس هناك الوقت الكافي لنجيب الاسئله هذه بتفصيل، لانها كل منها تخصص. يعني developmental psychology هذا لما الانسان يدرس في علم النفس دراسه جيده، او في الطب النفسي او غيره من علوم النفس، هذا يدرسه كماده مختصه developmental psychology. تمام، دعونا نفصل في developmental psychology. احنا اليوم نحكيها كمحاضره او لقاء، فنحن نفتح ابواب هذا الامر. طيب، ايش في نظريات بتحكي عن، شو في نظريات ديفلوبمنتال؟ شو يعني شو في نظريات ديفلوبمنتال؟ يعني وين في علم النفس وحوالين النفس وجنب النفس وقرايب النفس نظريات تتكلم عن انه الانسان في مراحل مختلفه بيختلف عليه اشياء. عد يعني لا نستطيع تقريبا احصاء هذا، حتى ولو اردت اليوم اني اذكرها بس ذكر اسماء هذه النظريات لا استطيع. ليش؟ لانه تقريبا كل عالم دخل في، ما بدي اقول كل عالم، لكن كثير من العلماء وكثير من الباحثين وكثير من المنظرين وكثير من المدارس النفسيه اللي دخلت في في الكلام عن النفس البشريه، سواء كعلاج نفسي او كوصف للتفاعلات النفسيه العامه او مخصصه، يعني اللي دخل في موضوع الاخلاق، اللي دخل في موضوع الكوجنيشن العمليات العقليه، اللي دخل في موضوع الذاكرة، اللي دخل في موضوع ارتباط الآباء بالأبناء، كل من دخل في المساحات النفسية إلا بشكل أو بآخر يدخل في مساحة إنه تمام الإنسان بيكون في المرحلة العمرية هاي هيك، والمرحلة العمرية اللي بعدها بيكون هيك هيك هيك، أو إنه بيتطور من كذا لكذا لكذا. هذا كله ديفلوبمنت. أول ما نحكي إنه في مراحل، إذا نحكي عن ديفلوبمنتال سايكولوجي، حتى لو كان بيحكي عن شيء محدد صغير جدا محدد، هو بيتكلم فقط عن علاقة الأب بالأبناء مثلا، أو بيحكي عن تذوق الطعام، يعني اللي بدك اياه. ولذلك احنا انا انتقيت لكم بعض الاشياء، نبداها بالاشياء البيولوجيه اللي احنا المعروفه لدينا يعني كاطباء المفروض. على كل حال، حكينا انه الثيوريز راح تكون مبنيه على الابحاث والقضايا اللي تكلمنا فيها سابقا، فمن هاي النظريات ما يكون اصلا مبني على فكره انه تمام هو التطور هذا او النماء عند البني ادم في الاشياء النفسيه، شو ما كانت هاي الاشياء، هي بتكون جراديوال وكونتينوس وسنجل، يعني خلص هو في شيء بيتطور عنده. في حين بعض الناس لا، هو كان بيعبر عن التطور على شكل ديسكريت ستيجز، ستيجز ستيج كذا ستيج كذا ستيج كذا. وستجد انه كثير من النظريات خاصه في بدايتها كانت على شكل ستيجز، بيحكوا عن شكل ستيجز لانها كانت اسهل للتوصيف. على كل حال، لما نيجي نحكي عن مساحات التطور بشكل عام، في عندنا ثلاث مساحات أساسية. التطور طبعا هون لما نحكي عن التطور يعني النماء، تمام، النمو، التطور الإنسان، يعني انسى نظرية خرافة التطور يعني وكذا، لا. ففي عندنا ثلاث مساحات أساسية: الفيزيكال ديفلوبمنت، كوجنيتيف ديفلوبمنت، سوشيال ديفلوبمنت. وبكره انتم كطلاب، طب لما تروح على سنة خامسة سنة رابعة في الجامعة، لما تبدأ تتعرف على بيدياتريكس اللي هو طب الاطفال، هذا سيكون من اهم المساحات اللي تدرسوها، تمام، اللي هي تطور الاطفال، نماء الاطفال من ناحيه جسديه، من ناحيه موتور، من ناحيه فاين موتور، من وهكذا عده نواحي من ضمنها اللانجوج والكوجنيتيف والسوشيال. على كل حال، احنا بدنا نوزعه بهذه الطريقه: فيزيكال، كوجنيتيف اند سوشيال. لما نحكي عن الفيزيكال ديفلوبمنت، احنا ما بنحكي، بنحكي عن 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 الموضوع بشكل واسع جدا، لانه في تفصيلات متعلقه بالموتور والفاين موتور، حتى اللانجوج ممكن ندخلها بالكوجنيتيف. لكن خلينا نحكي عن الفيزيكال ديفلوبمنت. فيزيكال ديفلوبمنت بيبدا من ماده الامبريولوجي اللي اخذتوها، اللي بيبدا الطفل اصلا بيكون من الكونسبشن، اول ما يبدا تمام يصير في كونسبشن، زايجوت، زايجوت بيفوت الجيرمينال ستيج، من الجيرمينال ستيج بعدين بيفوت الامبريونيك ستيج، بعدين على الفيتال ستيج اللي هي تعتبر المرحله الاكثر تعقيدا. الان وبيصير، وليش بنذكر هذا في التطور؟ لانه فعليا في اشياء بتحصل حتى اثرها على السلوك لاحقا، على الحاله النفسيه، على الحاله العقليه لاحقا في عمره، تتاثر في بامور كثيره كانت في فتره الحمل. فسواء كانت ايش الام تتغذى، ايش كانت تتعاطى، ايش كانت تاخذ ادويه، ايش كانت، وهكذا. على كل حال، بعدين الطفل يولد بيصير اسمه نيو نيت او نيو بورن، تمام؟ نيو نيت هذا اول ما يولد ليس كما كان يقول جون لوك انه بيجي في صفحه فارغه، لا، بل في عنده احنا بنسميها ريفلكسز، برايمري ريفلكسز، اللي هي الريفلكس. شو يعني ريفلكس؟ رده فعل. الريفلكسز اللي بتكون الريفلكسز في جسم الانسان، اللي هي شيء بيحصل تلقائيا، ليس انت الذي تفعله، مثل الريفلكس المعروف اللي الناس بتعرفه بشكل عام من افلام الكرتون والافلام بشكل عام كذا، اللي هو الريفلكس زي اذا ضربت انسان على تحت الركبه، على التندون اللي تحت الركبه، ف
تحت ركبته، يعني بس ما بديش ارفع رجليه، تحت الركبه، فيحرك رجله. تمام، هذا ريفلكس. ريفلكس اخر انتم كلكم تعرفونه، اذا انا وضعت شيء بعيني على قرنيه العين ساغمض عيني، هذا ريفلكس ليس بيدي انا، يعني ان افعله تلقائيا. اذا لمست شيء ساخن ستنقبض يدي رغما عني، يعني الا ان انا اجتهدت في ان ابقيها، لكن هي الريفلكس انه تذهب. تمام، هي ريفلكسز. الطفل بيكون عنده ريفلكسز من اول ما يولد، من اول ما يولد، وهذا معناه انه في اشياء لا يحتاج ان يتعلمها، بل هي موجوده يبني عليها التعلم. فمن الريفلكسز هاي ايش بنسميها احنا؟ السكنج ريفلكس. سكنج اللي هو يمص اصلا، كيف بده يرضع، ولذلك هو اي شيء بيحطه في فمه بيمص. تمام، سكنج ريفلكس. في عندنا شيء اسمه بالمر ريفلكس، اي شيء بتحطه بايده بيسكر ايده، بالمر ريفلكس. في من الريفلكسز احنا بنسميه بابينيسكي ريفلكس، هذا بيكون على القدم من الاسفل، من على السول، اذا عملت يعني اذا يعني حكيتها او كذا بيفرد اصابع اجره. تمام، هذا بنسميه بابينيسكي ريفلكس. في الهيد تيرنينج ريفلكس او بنسميه الروتينج ريفلكس، اللي هو الطفل اذا لمست خده، بحكي عن الانفنت اقل من شهر، هذا بيكون موجود عنده بشكل واضح، اذا لمست خده من هون بلف وجهه، اذا لمست خده من هون بلف وجهه، لانه هو بيبحث عن مكان الطعام فبلف وجهه عشان يمسك، وبعدين بيبدا ساكنج ريفلكس. هاي الاشياء لا يحتاج ان يتعلمها الطفل، بل هي موجوده ولكن نحن نستغلها. في المورو ريفلكس، مورو ريفلكس اللي هو الطفل لما يجي بده يوقع، انت اذا مسكت طفل وتركته هيك فجاه على السرير فبيفرد ايديه، مورو ريفلكس بنسميه. كل هاي ريفلكس طبعا فضلا عن الاورينتينج ريفلكس، وهذا فيه تفصيل، اللي هو الطفل لما يسمع شيء او يشوف ضوء خاص اللايت بيحاول يعرف، يحاول يوجه انه وين انا، شو انا، وين الخطر، وهكذا. فكل هاي ريفلكسز هي وكانها بدايه يبنى عليها بعدين الحركات الاكثر تعقيدا، وهذا سناتي بعد قليل. تمام، من الاشياء ايضا الموجوده اصلا في الطفل، ويبدو انه كثير من الدراسات تشير اليها، انه الطفل من اول ما يولد عنده اشياء بيحبها واشياء ما بيحبها. يعني مخلوق الله عز وجل خلقه على امور فيها اشياء يحبها واشياء لا يحبها. فنعم، هو اذا حطيت على 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 شفته شيء حلو طعم، حطيت سكر بيحب السكر، اذا حطيت له ليمون مثلا راح يمد لسانه ويتفه بدون ما يتعلم شيء بالبداية. فهذا معناه أنه في أشياء مفضلة وفي أشياء غير مفضلة، وهذا له تفسيراته المختلفة. الآن خلينا واضحين، إحنا لما نحكي عن الفيزيكال ديفلوبمنت إلى الآن بنحكي عن النماء الجسدي، إحنا بنحكي عن الأشياء المتعلقة بالموتور، بالحركة، وبالبيرسبشن، بالإدراك الحسي، وخاصة بنحكي عن الموتور لأنه متعلق بالبيهيفير بشكل كبير. على كل حال، بس هي لما نحكي عن موتور أصلا متعلق بالبيرسبشن، يعني هو ما في موتور تقريبا بدون ما يكون في بيرسبشن سابق له. على كل حال، الآن احنا حكينا في عندنا ريفلكسز، عندنا ريفلكسز اول شيء بيكون عندنا ريفلكس، روتينج ريفلكس، ساكينج ريفلكس، مورو ريفلكس. هاي الريفلكسز بتكون موجوده في جسم الانسان فبيتحرك بناء عليها. الان اولا باول الطفل مع تجربته، وكانه كل مره بيمسك، كل مره بيمص، كل مره بيلف وجهه، كل مره وهكذا، اول باول بيتعلم كيف يتحكم بهاي الريفلكسز، يعني يمنع هاي الريفلكسز، يعمل انهبيشن لهاي الريفلكسز. وفي المقابل بس خلينا نحط صوره، احنا بنحكي عن السلوك بشكل عام، بس انت خلي في بالك خارطه للدماغ وكانها على جنب هون، انه لما يصير في تحكم بالريفلكسز هاي معناها صار في نوع من البرونينج احنا بنسميه، اللي هو تقليم لبعض الاعصاب المتحكمه بهذا، فبيصير في نوع من الانهبيشن. قصه، بس الفكره انه بلشنا نتحكم فيه. تمام، صرت اعرف انه لا، مش ضروري امسك كل شيء، بقدر اني ما امسك كل شيء، واول باول بالعكس بقدر اتحكم في ايدي اني امسك الاشياء. خليني اشرحها بشكل عام وبعدين اذكرها على شكل مصطلحات. الطفل كان عنده ريفلكسز بتساعده على انه يعيش، عشان يقدر ياكل، يشرب، يمسك، وهكذا، يكون يعني جسم مش كائن رخو يعني. اولا باول بيبدا يتعلم تمام هاي الريفلكسز كيف يمنعها. اها، يعني وكانه بيتعلم. تمام، لما افكر بهي الطريقه او لما دماغي يشتغل هيك، بقى تمام انا ما بمسك ايدي، او بيصير يستخدم هاي الريفلكسز بالشكل الصحيح، فبيصير يتحكم فيها، فبيصير يتحكم في ايده اكثر، بصير بعدين يمسك الاشياء. بعدين لما يصير يمسك الاشياء بيصير يقدر يعرف متى يمسك الاشياء، مش انه غصبا عني بمسك الاشياء، لا، متى بدي امسك، متى اترك، متى كذا، بيبدا يتلاعب بالاشياء بين قوسين، to manipulate things. بعدين بيصير يركب حركات على بعضها البعض حتى تحصل اشياء منها فانكشن، انه كيف امسك الكره من ايد لايد، او كيف ممكن انقل اللعبه من مكان لمكان، او كيف ممكن اوقع الكاسه، او وهكذا. بعدين بتصير الاشياء اكثر تعقيدا، ممكن تكون فانكشنال، كيف ممكن اعمل سندويشه، بعدين كيف ممكن اكتب على اللابتوب، وهكذا. طبعا بحكي عن الانسان على طول فتره حياته، وهكذا تتراكب
وهكذا ينمو يعني. فنحكي اول شيء بيكون reflexive movements زي ما حكينا، بعدين بيبدا يصير احنا خلينا نسميها rudimentary movements، اللي هو بيبدا يعرف يسوي الاشياء الاساسيه. الاشياء الاساسيه يجلس، يزحف، يمشي. ترى هاي اشياء بتحصل بالتطور طبيعيا يعني، ممكن التعليم يسرعها بنتفه، بس هي بطبيعه الحال بتحصل. تمام، بس هاي مش reflexes، هاي صار يعملها، صار يعملها. بعدين بصير زي ما حكينا، انا الان اللي شرحته قبل قليل بشكل سريع، الان بحط بس الالفاظ المتعلقه فيه. ريفلكسيف موفمنتس، هي الريفلكسز اللي بيتعلم اول باول كيف يمنعها وهكذا. اولا باول لما ينضج بصير عنده الرودمنتري موفمنتس، اللي هي الاشياء اللي بيتعلمها مع الوقت مع التحكم في الجسم خاصه. بيبدا يعرف يقعد، يقدر يزحف، يقدر يمسك الاشياء، يقدر يمشي كمان شوي وهكذا. في فاندمنتال موفمنتس اللي هي من عمر 2 ل7 سنوات، بيبدا يتعلم كيف لا يتحكم في الاشياء، يتحكم في انه كيف انا بدي امسك هاي الشغله، امسك هاي الشغله اوديها على الجهه الثانيه وهكذا، امسك اللعبه من ايد لايد ثانيه وهكذا. بعدين بصير في عندنا سبيشاليزيشن موفمنت. سبيشاليزيشن موفمنت، اها الان الحركات هاي الاساسيه اللي هي سميناها الفاندمنتال موفمنت بقدر اركبهم مع بعض مشان يصيروا شيء فانكشنال اقدر استخدمه بعدين. في طبعا هذا بيقسم الى ستيجز. اول ستيج بيكون ترانزيشنال سب ستيج، اللي هو اصلا اني وكاني انتقل من فاندمنتال موفمنت الى اشياء اكثر تعقيدا، ثم بعد ذلك ابلكيشن ستيج، اطبق هذه المهارات اللي تعلمتها بشكل واقعي وعملي، انه تمام انا تعلمت كيف امسك اقدر امسك القلم عشان، او امسك البنسل جراس بشكل عام. طبعا هاي المسكه بقدر استخدمها عده تطبيقات. ابلكيشن هاي ممكن يكون القلم فعليا، ممكن يكون قبل ذلك الملعقه عشان اكل وهكذا. طيب بعد ذلك عاد طول العمر، هاي خلينا نسميها بعدين المرحلة اللي بعد هيك. بعد احنا كنا بنحكي عن من 2 ل7 سنوات اللي هو fundamental movement specialization. بعد هيك بعدين بعد childhood خلينا نحكي، الواحد بيوصل للمرحلة خلينا نسميها life long application stage، اللي هي طول حياته اللي خلالها هو كل اللي بيعمله انه السبيشاليزيشن موفمنت هاي بيقدر يخليها اكثر تعقيدا، يتعلم فيها مهارات، يتعلم فيها اشياء جديده وهكذا. طيب ملاحظه هون انا حطيتها تحت خط عشانها مهمه. It's important to note that although perceptual and motor movement depend on the development of the nervous system, the development of the nervous system depends on the environmental interaction on the part of the child. فاذا صحيح انه التطور الحركي والإدراكي متعلق بتطور الدماغ خلينا نحكي، أو بنمو الدماغ، لكن العكس أيضا، نمو الدماغ يتأثر بما يحصل من محيط وما يحصل من الطفل نفسه أيضا. طيب كنا بنحكي، ما زلنا نتكلم عن التطور الجسدي خلينا نسميه physical development. الآن تمام كبر الطفل، البيوبرتي شو بصير فيها اشياء خاصه؟ البيوبرتي بشكل اساسي احنا بنحكي عن الجروث الجسدي، اللي هو احنا بنسميها جروث سبيرت، اللي بصير وقتها اللي هو بيبدا الطفل لما يبدا في مرحله البلوغ بيبدا بيطول هيك، بيمط مره واحده بيطول. عند الرجال بيزيد المصل ماس، عند النساء بيصير الحوض يكبر، بتبدا بعض السكندري سيكشوال كاركترستكس، وحتى علامات البلوغ الاساسيه اللي هو المنسترويشن عند الانثى، والنكتيرنال ايميشنز اللي هو الاحتلام عند الاولاد، وحتى بعض الاشياء الذهنيه سناتيها لاحقا، لكن بتكلم هون عن الفيزيكال ديفلوبمنت. الان عاده الناس هذا التطور الفيزيكال، تطور الجسد او نمو الجسد بيوصل اقصاه في بدايه مراحل الرشد خلينا نسميه، على عمر 20 30 سنة خلاص هيك وصل آخر الواحد، يعني وصل آخره القمة في نمائه الجسدي. بعد ذلك بيبدأ التدهور. التدهور مش معناه الأمور خربانة 100%، لكن خلص بطل في نمو الآن، استخدام لهذه المهارات بما ينبغي، المهارات الجسدية والإدراكية، لكن بعد ذلك أول بأول بيفقد. ولذلك مع العمر على الالدرلي الواحد بيبدا يفقد بعض المهارات، لدرجه انه بيحكي لك 50% من كبار السن بيفقدوا حاسه الشم اصلا، او بيفقدوا كثير منها. وطبعا فضلا عن الاشياء اللي بتعرفوها المتعلقه بالذاكره، المتعلقه باشياء كثيره، حتى لما نيجي نحكي الكوجنيتيف ديفلوبمنت راح نمر على اشياء الواحد بيفقدها مع العمر. تمام، هذا بالنسبه للنمو الجسدي، كله هذا بالنسبه للنمو الجسدي او الفيزيكال ديفلوبمنت. طيب كيف بالنسبه للكوجنيتيف ديفلوبمنت؟ مساحة مهمة جدا لما نيجي نحكي عن الأشياء النفسية. Cognitive development باختصار هو الـ development of الأشياء المتعلقة بالcognition، عمليات العقلية، سواء كانت learning, memory, reasoning, problem solving،
وهكذا. الأشياء المتعلقة بالعمليات العقلية، خلينا نحكيها بشكل عام، ذاكرة، حل مشكلات، ذكاء، حتى لما يذكروا بعض الأخلاق، لكن هكذا بالسوشيال أكثر. على كل حال، هذا في عدة نظريات، لكن من أشهر الأسماء في هذا الموضوع اللي هو جين بياجي. جين بياجي، بياجي هذا عمل نظرية تعتبر يعني تطبق مفاهيمها في كثير من المساحات في عالم اليوم، خاصة في رياض الأطفال وهكذا، وإن كان عليها انتقادات كثيرة، لكن لأنه رتب الأمور وضبطها وكان يعتبر من أوائل من اشتغل على هذا الموضوع بشكل يعني رتبها على شكل ستيجز وهكذا، فكلامه صار يعتبر كلام لازم ينعرف يعني. فبيجي بيحكي، كان يسمي المفهوم تبعه، بيحكي عن equilibration، يعني نوع من الموازنات بتحصل في ذهن الطفل. طيب كيف هاي الموازنات بتحصل؟ اللي بيحصل انه الطفل بينظر الى الاشياء او بيتعرف على الاشياء من خلال حواسه، فبيصير عنده assimilation، يعني بيصير عنده assimilation. هذه العملية اسمها assimilation. شو يعني assimilation؟ يعني اخذت تصور عن الاشياء. التصور هذا الذهني بنسميه سكيما، سكيما تصور ذهني عن الشيء. فانا شفت القلم، فتمام صار عندي تصور ذهني عن القلم، سكيما، عن طريق الاسيميليشن. الاسيميليشن عملية تكوين السكيما يعني أول مرة. أولا بأول لما أشوف أشياء بتشبه القلم، شفت بعدين قلم رصاص، أو شفت مسواك، أو شفت أي شيء زي القلم، الآن بصير أعدل تصوراتي عن ذلك التصور، أصير أعرفه بدقة أكثر، أضيف عليه تصورات أخرى، أضيف عليه أنواع أخرى عن طريق شيء بنسميه الأكوموديشن، عن طريق الأكوموديشن باختصار، يعني هذا اللي بيحكي. طيب بس هذا بيحصل على شكل ستيجز، على شكل ستيجز. هذا المثال اللي انا حكيته مثال بسيط، بس هو بيحصل على شكل ستيجز اكثر تعقيدا. الستيجز هاي باختصار هي اربع ستيجز: سنسوري موتور ستيج، بري اوبريشنال ستيج، كونكريت اوبريشنال ستيج، وفورمال اوبريشنال ستيج. ايش معنى هذا؟ السنسوري موتور ستيج بيحكي فيه انه الانسان بيكون في هاي المرحله، هاي بيكون في اول سنتين من حياته، بيكون فيها ما في عنده اصلا هو ادراك للسكيمز، للتصورات الذهنيه، وما عنده ولا تصورات ذهنيه ولا شيء، ولا بتكون تكونت التصورات الذهنيه. بالعكس، هي هاي المرحله لعله واحد من اهم اهدافها انها يصير عندي اصلا تصورات. ولكن كيف تحصل هاي التصورات؟ من خلال السنسوري موتور. شو ليش هو سماها سنسوري موتور؟ اللي هو من خلال الاحساسات، سنسيشن، والموتور والحركه. فمن خلال الادراك الحسي والحركه بيبدا الانسان يتصور الاشياء. تمام، هذا الشيء لما تدزه بيوقع، هذا الشيء لما شفته من بعيد وكبرت الصوره هذا معناه صار اقرب الي، وهكذا بصير اتعرف على الاشياء، اتعرف على الاشياء. ولذلك واحده من اهداف هاي المرحله شيء بسميه هو اوبجكت بيرمننس، انه بصير عند الطفل خلال هاي المرحله، في نهايه هاي المرحله، انه بيعرف انه الاشياء اشياء. بهذه البساطه، شو يعني الاشياء اشياء؟ يعني الاشياء اشياء موجوده. يعني هو يعرف ان القلم كان في البدايه، الطفل القلم اذا اذهبته عن نظره بيعتقد انه القلم مش موجود، او هكذا تصور بيجي. اذا راحت امه معناها خلص امه مش موجوده، هو اللي بيشوفه اذا موجود. اولا باول بصير يعرف انه الاشياء موجوده، وانه اذا القلم حطيته ورا اللابتوب معناه موجود ورا اللابتوب، وبقدر ابحث عنه والاقيه. فهذا بنسميه object permanence. طيب وخلال هاي المرحلة، لأنها sensory motor، بيصير الواحد يجرب، وكأنه بيجرب العالم من خلال الحس والحركة، يطلع إذا مسك هذا الشيء بيتحرك، إذا عمل هيك الحركة الشيء بيطلع صوت، وهكذا هو بيجرب في العالم. تمام، يعني تمام، وكأن العالم مختبر كبير لهذا الطفل بيجرب فيه عشان يتعرف عليه. فمن ذلك بيحصل بطبيعة الحال عنده goal oriented behavior، بيصير أولا بأول يصير تمام، أنا جربت سابقا إنه أنا لما أعمل بإيدي زي هيك إذا الشيء بيتحرك، الشيء اللي إيدي بتلمسه، لما حركت يدي ولمست هذا الشيء، الشيء تحرك، فأنا تعلمت هذا الشيء. أول بأول بصير أتعلم، تمام أنا هيك بمسك، أنا هيك بدز، أنا هيك بقلب، بكون اول شيء الطفل ما بيقدر يتحرك، بصير يقلب على بطنه على ظهره وهكذا، بصير يعملها وهو متعمد لهذا. تمام، هاي السنسوري موتور ستيج. الان بعديها بنروح على البري اوبريشن ستيج، اللي هي بتكون من عمر سنتين لعمر 7 سنوات، اللي خلالها بيكون الطفل بلش يكون تصورات للاشياء اللي هي السكيماز. ومش بس التصورات من بداية العمر بتبدأ تكون، لكن الان بلشت هاي التصورات إلها في ذهنه صور، يعني وكأنه إلها سيمبلز وإلها معاني، وخاصة المعاني المتعلقة باللغة. تمام، شو يعني سيارة؟ شو يعني تفاحة؟ شو يعني كذا؟ صار واللي هي بتبدأ مع اللغة يعني. فصار في عندي symbolic thinking، تفكير بي 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 برموز مرمز. في هذه المرحلة بيكون الطفل برضو عنده عدة أشياء متعلقة بتعامله مع الحياة، منها إنه كل الحياة متعلقة فيه هو، يعني كل العالم يدور حوله، يعني كل شيء بيفسره بعلاقته إله.
بعلاقته فيه، هذا إلي، هذا مش إلي، هذا بعيد عني، هذا قريب مني، هذا زعلني، هذا هكذا، كل شيء متعلق فيه هو. ولذلك هو قد لا يفهم الأشياء بوجهة نظر الآخرين. تمام، أنا هاي ما بدي إياها، هذا بدي إياها، خلاص هي هيك، هذا حلو هذا مش حلو، هي هيك بالنسبة إلي، خلاص كل شيء بالنسبة إلي. بل حتى لقد لا يفهم فكرة إنه هذا الشيء، أنا إذا أنا ما بعرف وين القلم، معناه العالم كله ما بيعرف وين القلم، وإذا أنا عرفت وين القلم معناه العالم كله بيعرف وين القلم. مثلا إذا هو كان بيلعب في لعبة، بروح على أمه بيحكي ليش ما زبطت اللعبة؟ طب هي ما بتعرف إنه زبطت اللعبة وما زبطت اللعبة، ما بتعرف هي، لكن هو يظن إنه هي قد تعرف هذا، لأنه كل العالم يدور حوله. طبعا هاي بالمناسبة من الانتقادات على كلام بيجي، إنه كلامه مش دقيق، إنه هاي الواحد بيكون عمره 7 سنين بيكون بيعرف هاي السواليف كلها، بل حتى قبل هيك 4 سنين و3 سنين. على كل حال خلينا نمشي. واحدة من المفاهيم أيضا بتكون بهاي المرحلة اللي هي إحنا بنسميها الارتفيشاليزم، لأن الطفل وقتها إذن بيفكر كل شيء من صناعة الإنسان، ولذلك بيصير يحكي لأمه ماما خلي مثلا خلي الدنيا تشتي، هو بحب الشتاء، خلي الدنيا تشتي. مرة بنتي شو بتحكي خلي إيش، بس إشي زي هيك، خليني أكبر، تخلي وكأن العالم إيش بينصنع الإنسان ويستطيع التحكم فيه. وشيء آخر هو يعطي الـ 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 الأشياء كلها نوع من الحياة، فإحنا نسميه أنيميزم. يعني هو مثلا ممكن يحكي مع المخدة، ممكن يحكي مع اللعبة، اللعبة ممكن يعني خلينا نحكي نوع من الإيماجينيشن، بس لا كل الأشياء ممكن، إذا ضرب في الباب يضرب الباب يزعل منه يعني، وهكذا احنا بنسميه انيميزم. على كل حال هذا بنسميه بري اوبريشن ستيج. ليش سميناه بري اوبريشن؟ يعني قبل الاوبريشنز، يعني قبل العمليات العقليه اللي بدنا نوصلها. الاوبريشن ستيج في كونكريت اوبريشن ستيج وفي انها ابستراكت. الكونكريت اوبريشن ستيج، تمام، الان عندنا احنا عندنا سكيما، صار عندنا تصورات ذهنيه، التصورات الذهنيه انا استطيع الان اني اوصل اليها وافكر فيها بطريقه وارتب الاشياء، هاي بنسميها الكونكريت اوبريشن ستيج. بس ليش سميناها كونكريت؟ كونكريت لانه غير قادر الطفل في تلك المرحله على التفكير بشكل ابستراكت، بشكل مجرد، وانما يفكر فيها بطريقه حسيه بحسب التجربه. يعني هو فاهم لما تحط قدامه كره كرات يقدر يرتبهم من الأكبر للأصغر، إذا حطيت خطوط بيعرف الأطول والأقصر، بيقدر يرتب بهذه الطريقة. لكن إنه يفهم الأمور اللي نوعا ما أبستراكت، لا بيكون عنده مشكلة فيها، والآن سنتكلم عن هذا بشكل أكبر اللي هي في المرحلة التي تليها. طب شو إيش هاي المرحلة اللي الطفل بيحصل فيها، اللي هي بتكون مرحلة من 7 سنوات ل 11 سنة، بيحصل فيها مفهوم الريفيرسيبيليتي والكونفرزيشن. إيش يعني؟ يعني مثلا المي صارت ثلج، الثلج ممكن يرجع يصير مي، هاي ريفرسيبيليتي. الكونفرزيشن انه الشيء بيظل نفس الشيء حتى لو تغير شكله. مثلا انا كان عندي كرة معجون، لو قسمتها وسويت فيها عدة كرات معجون، هاي نفسها ما تغيرت، نفس الحجم. اذا كان في عندي كاسة مي وصبيتها في 3 كاسات مي صغار، نفس كمية المي. اذا كان عندي بيتزا قسمتها 10 اقسام او قسمتها 5 اقسام، هي نفس كمية البيتزا. فبيبدأ يعرف هذه المعاني، تمام، هذا بالكونكريت اوبريشنال ستيج. في حين في المرحله اللي بعدها، اللي الفورمال اوبريشنال ستيج اللي بتكون بعد 12 سنه، بيصير لا يعمل التفكير المجرد، طبعا بالاضافه لما سبق، بس التفكير المجرد ايش هو؟ يعرف انه في شيء اسمه، يعني مثلا لو سالته الان ايش المشترك بين التفاح والدراج والبرتقال، هو مش زي الكونكريت اوبريشنال ستيج بس يعرف انه كلها كرات، كلها شكلها كروي او يعني الشيء الحسي بينها، بل يعرف ان بينها معنى مشترك كونسبت، اللي هو انها فواكه. هذا بنسميه ابستراكت. وقتها بيصير يفهم الامثال، عصفور في اليد والعشرة على الشجره، مد لحافك على قد اجريك، بيقدر يفهم الاشياء المجرده والتشبيهات، وبيبدا يصير عنده شيء من الهايبوثيتيكال ريزنينج، اللي هو يقدر يفترض مشكله ويفترض حل المشكله، او يفهم الاشياء اللي لسه لم تحصل بعد، كيف ممكن يتخيل خيارات لها. تمام، هذا بنسميه الفورمال اوبريشنال ستيج. على كل حال كلام كما كلام بياجي في عليه انتقادات، لانه الدراسات بعدين تشير الى انه تمام مش بالدقه اللي كان بيحكيها بياجي، لكن يمكن الاستفاده من ذلك على الاقل، انه الانسان يعني فعلا المراحل هاي نوعا ما متراكبه، فعلا انه هاي بيحصل قبل هاي، هاي بيحصل قبل هاي، بغض النظر عن كلام بيجي انه هي لازم تحصل هاي قبل هاي ولازم تحصل بالعمر المعين وهكذا. لانه عاده لما يحكي عن اعمار، عاده بتكون هاي الاعمار الحدود بينها مش كثير واضحه، ومتقبل انه يكون في رينج، خلينا نحكي. على كل حال
إذا ما زلنا نتكلم عن الكوجنيتيف ديفلوبمنت، التطور في العملية العقلية وكذا، لما نحكي عن كبار السن احنا المفروض نحكي عن شيء بنسميه الحكمة، الويزدم. الويزدم اللي هي الإنسان مع الخبرات الحياتية المختلفة يصبح أكثر قدرة على الأصل، أكثر قدرة على فهم المشكلات واتخاذ القرارات حتى في المواقف المعقدة. هذا الأصل مع العمر. مع العلم انه حكينا احنا الكوجنيتيف ديفلوبمنت اللي هو تطور الحاله العقليه بيصير بشكل متوازي مع تطور الحاله الجسديه اللي من ضمنها الدماغ، واحنا حكينا انه الحاله الجسديه طب ما هي بتبدا يصير في ديكلايننج نوعا ما بعد عمر ال30. فهل هذا بيحصل نفس الشيء بالنسبه للقدرات العقليه؟ نعم، في اشياء بتحكي نعم صحيح، خاصه الكبار السن. احنا بنحكي عن انه الانسان كل ما زاد عمره بعد ال30، بعد ال40، حتى بعد ال50 بيبدا يقل عنده فعلا فلويد انتليجنس. شو الفلويد انتليجنس؟ اللي هو الذكاء المتعلق بحل المشكلات والكرياتيفيتي نوعا ما، و يصير يفكر بالامور بشكل يعني هيك بالهواء، يعني بالافكار المجرده وهكذا. وبيصير ولكن بيبدا الذكاءات الاخرى المتعلقه ب خاصة بالجانب اللي هو تمام مهارات معينة ذهنية الواحد تعلمها، بالعكس بتكون متقنة وبصير إنسان خبير يدرب على هذه الخبرة وبيصير هو البروفيشنال في هذا وهو الذي يسأل. وبتعرف في هذه المراحل أصلا مع العمر بيبدو هؤلاء اللي كان خاصة مشتغل بالعلم وكذا ينتج إنتاجات علمية فيها رسوخ وتمكن، اللي هو خلاص عنده نظرية ثابتة الآن. كان زمان بيفكر وبيروح بياخذ بيعطي، بس الآن أصبح الأمور أكثر يعني ثباتا. السوشيال ديفلوبمنت، السوشيال ديفلوبمنت احنا بنتكلم عن التطور الانسان في السياق السوشيال، في السياق الاجتماعي، في السياق الاجتماعي، تمام؟ فهذا ايش معناه؟ هذا معناه انه تمام الانسان في السياق الاجتماعي في تفاعله مع الناس وتفاعل الناس معه وفهم هذه التفاعلات كيف يكون الانسان. وفي سياق ديفلوبمنت يعني ايش بنحكي؟ انه كيف يتطور هذا، تمام؟ السوشيال سايكولوجي راح نحكي عنه بشكل عام، بس هو بنحكي عن تطور هذا الامر مع الفترات العمريه المختلفه. من الاسماء المشهوره اللي تكلمت عن هاي الامور إريكسون. إريك إريكسون أصلا اسمه يعبر عن المشكلة اللي كانت عنده، كان عنده مشكلة شخصية في موضوع هويته الشخصية وهكذا، كان مش عارف مين أبوه وكان في قصة حول الموضوع، لكن كان من أوائل الناس اللي تكلموا عن الموضوع بتفصيل جيد، وإن كان عليه ملاحظات وعليه ويعني والموضوع بيحتاج نقد تفصيلي، لكن بشكل عام كان نتكلم عن احنا بنسميه سايكو سوشيال ستيجز أو سايكو سوشيال ديفلوبمنت. نشوف طيب. فكان يحكي إن وكان من اهم الشغلات اللي فتح بابها إريكسون انه الديفلوبمنت مش بس بيكون في مرحلة الطفولة. فكان من اوائل من تكلم عن انه تمام مراحل مختلفة ومدها لفترة طويلة. فكانت المراحل اللي بيحكي عنها هاي المراحل المذكورة هنا. هاي المراحل اللي هي المرحلة الاولى هي تراست فيرسس ميستراست، اوتونومي فيرسس شيم اند داوت، انتويتيف فيرسس جيلت، انيشيتيف فيرسس جيلت، industry versus inferiority, identity versus role confusion, intimacy versus isolation, generativity versus stagnation, آخر شيء integrity versus despair. فكان بيحكي إنه الإنسان بيمر في كل مرحلة من هاي المراحل في حياته، وبحسب إما بيحصل الشيء المناسب وبيطلع منها احنا بنسميه successful resolution، يعني بيحل العقدة بشكل جيد، أو على الجهة المقابلة، وهذا بيأثر على التطور فيما تطور المراحل التي تليها. طيب، فأول مرحلة تراست فيرسس ميستراست، وكأن الطفل في أول سنة من حياته بيحاول يجاوب هذا السؤال، هل العالم هذا موثوق؟ في ناس بيساعدوا، العالم مش مكان خطر، ولا هو بالعكس غير مكان كله خطر ولا يمكن الوثوق فيه باختصار. تمام؟ طب هذا الطفل كيف بيحصله؟ الطفل عمره سنة بيحصل من خلال التفاعل مع أمه قاعدة، الأم والمحيط بشكل عام، إنه هل الأم تؤدي وظائفها بشكل مناسب، هل هو يحصل الغذاء والحنان الكافي. فعندئذ بيحصل عنده فكرة الثقة، وعنده العالم مكان موثوق، مش العالم مكان خطر وكله عذاب وكله كذا وكله كذا. فيحصل هذه النفسية بين قوسين، تمام، trust versus mistrust. فإما يحصل فكرة إنه تمام العالم مكان فيه أمل، في موثوق، يمكن يعني في فرص يعني وهكذا. طيب، المرحلة اللي بعدها الطفل بين عمر سنة إلى 3 سنوات، لما يبدأ يمشي ويتحرك ويبدأ يروح على الحمام وهكذا، بيبدأ فكرة الأوتونومي فيرسس شيم أند داوت. الأوتونومي اللي هو لأي درجة أنا أستطيع التحكم في نفسي، ولا العكس،
تمام. فباختصار كل ما حصل مهارات انه فعلا انا استطيع التحكم في نفسي، استطيع اني امشي بشكل جيد، اتحرك بشكل جيد، اتحكم في موضوع الحمام بشكل جيد، وهكذا بيحصل عنده الاوتونومي، او العكس اذا ما كان. المرحلة اللي بعدها من 3 سنوات ل6 سنوات اللي هو الطفل بيبدأ برضه يتحرك بشكل أكثر، تتعقد الحياة عليه بشكل أكثر، خاصة خلينا نحكي السياق الاجتماعي اللي هو بيبدأ يتعرف على أطفال آخرين، على أسر، حتى على كبار آخرين وهكذا. فبتكون هون مرحلة الـ initiative versus guilt، إلى أي درجة أنا أستطيع أن أدخل في السياقات الاجتماعية خصوصا وأتحرك فيها، طيب وأتحرك فيها، أم أن الأمر سيكون عندي بالعكس أنا أشعر بأنه لا، أنا لا أستطيع أن أتحرك ولا أستطيع أن أقصد شيء إلا أن يكون هناك من يعني هو اللي بيحركني وهكذا، وأنا ما بقدر نستحي من حالي زي ما بنقول. تمام. المرحلة التي تليها من 6 سنوات ل 12 سنة اللي هي الاندستري فيرسز انفيريوريتي. هاي المرحلة أصلا هي عادة المراحل اللي بيفوت فيها الطفل في المدرسة، بس هو سواء كان في المدرسة ولا مش في المدرسة، بس هي المرحلة اللي بيبدأ فيها الطفل يسوي نوع من الإنجازات البسيطة على قده، يساعد، يرسم، يكتب، يلعب رياضة وهكذا، وهي الإنجازات يشعر فيها بأنه تمام أنا أستطيع أن أفعل، أستطيع أن أنجز وهكذا. فإما بيشعر بالإندستري اللي هو الشعور بالكومبتنس نوعا ما، شعور بأنه أنا عندي قدرة على القيام بأمور، أو بيشعر أنه هو أقل من غيره، لا يستطيع، لا يقدر وهكذا. طيب المرحلة اللي بعدها اللي هي مرحلة عادة بتكون في مرحلة اليفاعة ومرحلة البلوغ، اللي هي بيكون فيها الطفل اليافع بيبدأ يسأل سؤال، تمام مين أنا، شو أنا وهكذا، اللي هو سؤال الايدنتيتي، سؤال الهوية، من أنا. فإما أنه بيكون عنده ايدنتيتي، أو بيروح للرول كونفيوجن، ما بيعرف عن حاله، ما بيعرف عن ربنا وين حاطه، ما بيعرف شو هويته، شو هو أصلا وهكذا. طيب فإما بيحصل ايدنتيتي، هوية، انتمائي لمين، أنا شو تعريفي لنفسي وهكذا، أو بيكون ملخبط، ولدرجة أحيانا بعض الناس لما تكون ملخبط عندهم حتى بيكون ملخبط الدور الجنسي، حتى ما بيعرف هو ذكر ولا أنثى. على كل حال طبعا هذا بعيد غير عن أشياء أخرى سنتكلم فيها لما نحكي عن سيكشواليتي. طيب المرحلة اللي بعدها اللي هو بالايرلي ادلتهود، تمام احنا بنحكي بعد 18 19 20 وهكذا، الايرلي ادلتهود و ده لا احنا بنحكي حتى بعد هيك، يعني بعد ال 20، تمام 20 لل 30، احنا بنحكي عن الانتيميسي فيرسز ايزوليشن. ايش يعني؟ في هذه المرحله بيبدا الانسان، تمام انا عارف مين انا، خلي انا عارف مين انا من البدايه، العالم فيه موثوقيه، فلنفترض انه حل الامور كلها كانت جيده، الامور فيها موثوقيه، أنا أستطيع أن أتحكم في نفسي، أستطيع أن أدخل في الحياة والعلاقات الاجتماعية بحسب ما أرى وبحسب ما أقصد وبحسب ما أريد، أنا عندي قدرات ومهارات، عارف مين أنا وعارف شو بدي. تمام الآن موضوع الانتيمسي فيرسز ايزوليشن، تمام إلى أي درجة أستطيع تكوين علاقات خاصة مع الجنس الآخر، تمام علاقات الانتيمسي، انتيمسي فيرسز ايزوليشن، انتيمسي فيرسز ايزوليشن، بس هي بشكل عام العلاقات مع الآخرين والحب وهكذا وبشكل ناضج. المرحلة اللي بعدها، تمام أنا حبيت، تزوجت أو تزوجت حبيت، الإنسان بيصير عنده المرحلة اللي بعدها بيصير الإنسان يبحث عن إنه إيش في معنى لحياتي عمليا، اللي هو بنسميها generativity versus stagnation، اللي هو لأي درجة أنا مفيد في المجتمع اللي أنا فيه، في الأمة اللي أنا فيها، في البلد اللي أنا فيها، لعشيرتي، المهم إيش أقدم لأسرتي، إيش أقدم، إيش مكاني أنا. تمام هاي بالميدل ادلتهود احنا بنحكي عن هاي المرحله. في المقابل اذا ما حصل هذا بيكون عنده فكره الاستاجنيشن، انه انا بشوف هاي التي بين قوسين. طيب المرحله التي تليها اللي هو الانسان، تمام صار يقدم في المجتمع وصار له مكان، سواء كان طبيب، مهندس، عامل، رب اسره، ام، معلم، معلمه، داعيه، شو مكان له وظائف في الحياه. فتمام بعدين بيوصل للكبر بالاولد ايج. فإذا كبر في السن صار يسأل نفسه، هذا احنا بنحكي يوم بعد ال 65 سنة وهكذا، بيرجع بصير يسأل نفسه، تمام أنا شو اللي سويته في حياتي؟ فإما بيكون عنده الشعور بالانتجريتي، أنا سويت أشياء جيدة الحمد لله، وطبعا مش ضروري يكون سوى أشياء جيدة، لكن هو بيعتقد إنه سوى أشياء جيدة، وبيصير عادي يحكي ذكرياته وبطولاته في الحياة، بتعرفوا كبار السن وهكذا، ويستفيد من هذا الوزدم، الحكمة التي يفيد فيها غيره، أو الديسبير في العكس، إنه حاس حاله فاشل، ما له قيمة ولم يفعل شيء في حياته. طيب الآن في كل مرحلة من هذه المراحل أنا ما بتكلم عن إيش صح وإيش خطأ من ناحية أخلاق وقيم، لأنه ممكن يكون مثلا عند اليافعين الهوية، ممكن يكون عنده هوية باطلة، هوية حكي فاضي، بس إنه حصل فكرة الهوية، زي ما حكينا عن الجنريتيفيتي والستاجنيشن، ممكن واحد شايف حاله يقدم للمجتمع لأنه هو فنان رقص شرقي،
تمام، هو بفكر حاله هيك، فهو من ناحية نفسية بيكون حصل هاي، بس هو خطأ. تمام، زي الانتجريتي في كبار السن، هو بفكر حاله انه تمام انا يعني سويت اشياء كثيره في حياته، وكان كل حياته حكي فاضي مثلا. ممكن العكس، واحد شاعر بالديسبير مع انه سوى اشياء جيده في حياته، وهكذا. على كل حال، هذا واحد من مساحات التطور، خلينا نحكي، او النماء الاجتماعي اللي كانت سايكو سوشيال ديفلوبمنت تبعت ايريك اريكسون. ماري انسوورث كان عندها كلام عن موضوع التطور في السياق الاجتماعي، بس عند الاطفال خصوصا. كانت بتتكلم عن الاتاتشمنت، ومفهوم الاتاتشمنت اللي هو الارتباط الطفل بامه بشكل اساسي، او بالكير جيفر بشكل اساسي، الام. هذا عليه عدة نظريات وعدة كلام. واحدة من وترى في كثير من الباحثين اللي بيتكلموا عن الأشياء، الأطفال عادة بيكونوا نساء، سبحان الله. بس الفكرة هاي، ماري أنسورث تكلمت عن الاتاتشمنت، وكانت تسوي تجربة كانوا يسموها سترينج سيتويشن. سترينج سيتويشن أنا بنصح تشوفوها على اليوتيوب، لأنها هي تجربة جميلة. لكن من خلالها استخرجت إنه الأطفال بيكونوا على 4 أنواع: سكيور، avoidant، ambivalent، و disorganized. السكيور هو الطفل اللي بيحب تكون أمه موجودة. طبعا أنا لما أحكي عن primary caregiver، بس عادة بحكي الأم، بس هو ممكن أي primary caregiver. إذا كانت الأم ميتة، ممكن تكون الخالة، ممكن تكون الجدة، ممكن يكون الأب حتى، بس نحن بنحكي عادة الأم. السكيور الطفل اللي لما يكون سكيور، بيكون هو بيحب أن يكون أمه تكون موجودة، تمام. ولما تبعد الأم بيتوتر، لما تطلع من الغرفة بيتوتر شوي، بس بعدين بيدبر حاله، وبعدين لما ترجع بينبسط وبيحضنها والأمور تمام. تمام، هذا تمام، هذا نسميه سكيور. في حين الأفويدنت تشايلد اللي هو ممكن يكون حتى في وجود الأم ممكن يكون مرتاح، بس ممكن يكون بالعكس، هو يعني نوعا ما عنده مشكلة إنه مش عارف يسوي ولا إشي. فالافويدنت بيكون ما بيتحرك ولا لما تكون امه موجوده، وبعدين لما تروح الام وكانه ما بيفرق معاه، بس هو بيكون متوتر بينه وبين حاله، بس هو يعني ما بيفرق معاه لما الام تروح، وكانه خلص يعني امه موجوده مش موجوده، كانه ما له علاقه، مع انه بيكون بحسب الدراسات انه لا، بيكون متوتر، بس هو ما بيبين هذا. الامبيفالنت في المقابل، اللي هو الطفل اللي بيكون بس تطلع الام بيصير يصرخ وهكذا، وحتى لما ترجع بعدين ممكن يصير يضرب ويصرخ، ما بيستقر بسهوله. الديس اورجنايزد اللي هو ممكن تكون العلاقه مع الام مش كثير واضحه، واحيانا يعني، وهذا فيه تفصيل، المشكلة مش عارف لأي درجة نحتاج نحكي فيه، بس هو disorganized، مش يعني هو المفروض، طب أنت بدك الأم تكون موجودة بس بيصرخ عليها، ولما تيجي برضه هو كان بده إياها تيجي، بس لما إجت برضه بيصرخ عليها، وهكذا. تمام؟ وهكذا. طيب، الفكرة إنه كل 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 نوع من أنواع هؤلاء الأطفال يدرس فيه ما أسبابه، يعني شو ممكن يكون أسبابه. طبعا في بعض الأسباب بيقولوا هي ما في إشي تعمل تجاهها، بس في أسباب تدرس، ثم بعد ذلك تدرس طبيعة شخصياتهم لما يكبروا، وماذا علينا أن نفعل مع كل منهم، فيه تفصيل. تمام؟ طيب، هاي ديانا برضو عالمة أخرى كانت بتتكلم عن، برضو في سياق التطور، بس عن أشياء متعلقة بالآباء، احنا بنسميها parenting styles، أنواع الأبوة، أو الأبوة يعني خلينا نسميها، اللي هو أنواع الآباء والأمهات في تعاملهم مع أبنائهم. وحطت 3 أنواع أساسية: الأثوريتيريان والأثوريتيف والبيرميسيف. هذا فيه تفصيل، بس خلينا نحكي بشكل سريع إنه ما بين الأثوريتيريان اللي هم الآباء اللي بيتوقعوا من أبنائهم سلوكيات معينة، يكونوا شاطرين، يكونوا مرتبين، يكونوا محترمين، وهكذا، وبيتطلبوا هذا بشكل إنه لازم يصير، وإذا ما صار في عقوبات وهكذا، عشان الواحد يكون لازم يسوي صح، ممنوع الغلط، وهكذا، هذا بنسميه أثوريتيريان بيرنتينج ستايل. عادة الأطفال اللي بيكونوا تحت هذه السلطة الأبوية بيكونوا منسحبين، ما عندهم قدرة على اتخاذ القرارات بشكل سهل، عندهم مشكلة في التعرف على الشيء الجديد وحب الاستكشاف وهكذا. الستايل الثاني اللي هو بنسميه الاثوريتيف،
ولا خليني اخليه بالاخر، خليني نحكي عن البيرمسيف. البيرمسيف اللي هو بيكونوا الاب والام حنونين ولطيفين وحلوين، ولازم يهيئوا كل شيء للطفل وكل شيء اللي بدك اياه يا ابني، اللي بدك اياه وبيجيبوا له اللي بده اياه وبيودوا له اللي بده اياه وهكذا. ها، وهذا بيخلي الاطفال عادة غير قادرين على تحمل المسؤولية، هذا واحد، غير قادرين على التحكم بانفعالاتهم، غير قادرين على يكونوا فعلا في تفاعل اجتماعي، في أخذ وعطاء، مسؤوليات وحقوق، لا كله بدي بدي بدي، مدلدلين رجليهم زي ما يقولوا، مدلعين، تمام؟ في المقابل في عندنا في الوسط بين هذين النوعين في الاثوريتيف. شو الاثوريتيف؟ اللي هو اثوريتيف authoritative، اللي هو الآباء والأمهات في هذه المرحلة، تمام؟ في قواعد لازم أنت كطفل تطبقهم، ولكن على كل حال أنا بحبك يا ابني، ابني أنا بحبك على كل حال، لكن في قواعد، ممنوع كذا، ولما يكون ممنوع بدك تتحمل العواقب، أنا بحبك على كل حال بس بدك تتحمل العواقب، وهكذا. ففي حنية وعاطف بس ما معناها دلع، وفي المقابل في قواعد بس ما معناها بدون حنية وعاطف، ما معناها ببطل احبك لما ما تلتزم بالقواعد او تكون ضعيف، بتقبل ضعفك بس بدك تلتزم. هذا بيخلي الطفل فعلا عنده تقدير لنفسه، قادر على التعلم، قادر على ان يكون مستقل بذاته، قادر على ان يكون على اتخاذ القرارات وهكذا. طيب، الان ايضا من النظريات، انا طبعا مرورا على بعض النظريات، النظريات اللي في سياق برضه السايكولوجيكال السوشيال ديفلوبمنت، ستيجز اوف ديث، هاي مشهوره، تتكلم اليزابيث كوبلر روس تكلمت عن الموضوع، هاي ستيجز مشهوره الناس بتعرفها بشكل عام كثقافه عامه، بعض الناس بيعرفوها، اللي هي انه الانسان لما يفوت في مرض صعب او يكون مثلا فات في مرض سرطان او شيء وانه متوقع يموت او كذا، بيفوت في مراحل، فهي المراحل بالعاده بيمدوها حتى على اي موقف صعب يعني، بس بشكل عام هي مراحل. فالواحد في البدايه ممكن يفوت في الدينايل، انه اصلا ينكر، تمام انا مش مريض ولا شيء، بعدين انقر، يعصب ويغضب انه ليش هيك صار معي، بعدين بارجنينج، يصير يجادل انه طب شو في شيء ممكن اعمله مشان اخفف وطأة هذا المرض، طب شو في شيء ممكن، شو في ادويه، شو في كذا، شو في كذا، وهكذا. بعدين ممكن يدخل مرحله ديبريشن واليأس، وانه تمام داري خلص راحت علي، الى مرحله الاكسبتنس اللي هي تمام هذا اللي حاصل، شو بدي اعمل، خليني اتعايش مع الوضع بشكل مناسب. هاي المراحل اصلا ليست بالضروره ان تكون بالترتيب، ليست بالضروره ان تمر في كل المراحل، ليست بالضروره ان تمر على اول مراحل عشان توصل لاخر مراحل، يعني هكذا على الاقل تشير الدراسات فيما بعد. طيب مورال ديفلوبمنت اللي قد يدخل تحت سياق السوشيال ديفلوبمنت، لكن خلينا نسميه المورال ديفلوبمنت، خليني امر عليه برضه مرور سريع، ممكن تقرأوه بتفصيل اكثر لكن استغلالا للوقت. لورنس كولبرغ كان يحكي عن مراحل، المراحل هاي ثلاثة مراحل، كل مرحلة فيها تو ستيجز، كل مرحلة فيها كل مستوى، خلينا نحكي ثلاث مستويات، كل مستوى فيه مرحلتين. المستوى الأول اللي بيسميه بري كونفنشنال موراليتي، بري كونفنشنال يعني ما قبل الكونفنشنال، الكونفنشنال التقليدي يعني، تمام؟ بري كونفنشنال ما قبل الأخلاق التقليدية. طيب هاي المرحلة بري كونفنشنال اللي هي فيها مرحلة، في هاي هذا المستوى، خلينا نسميه هذا المستوى البري كونفنشنال موراليتي، له مستويين. المستوى الأول اللي هو الطفل بيتعلم فيه الأخلاق من خلال، هو ما عنده حس داخلي بالأخلاق بقدر ما هو بده ما يعاقب، فهو خايف من العقاب أو انسحاب الجائزة، يعني هو بده عشان يحصل ثواب وما يخسر عقاب، تمام؟ هاي الفيرست ستيج. السكند ستيج اللي هو انه بيعمل الاشياء اللي فيها اخلاق مشان مصلحته، طبعا قائمه على الفيرست ستيج بالمناسبه، تمام؟ يعني فيها مصلحه، بس فيها مصلحه المهم جين، يعني انا بعمل هيك مشاني، انا بعطيك مشان اخذ وهكذا، تمام؟ هاي السكند ستيج. بعدين الليفل اللي بعده، الليفل الثاني اللي هو الكونفنشنال موراليتي، الاخلاق التقليديه خلينا نسميها ترجمه، فيها برضو تو ستيجز. الستيج الاول اللي هو يعتبر بالستيجات كلهم يعتبر رقم ثلاث، الستيج الاول بيكون انه في 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 صار عنوان اسمه عند الطفل، اسمه جود بوي او جود جيرل، هيك بيكون الطفل الكويس، هيك بيكون الطفل الجيد الشاطر كذا، وهو يحاول ان يتقمص هذا الطفل الشاطر الكويس. باختصار هناك وكأنه قواعد لايش يعني الطفل الشاطر، وانا بدي اصير هذا الطفل الشاطر، تمام؟ هي بتكون المستوى في ايش، تمام؟ هذا الستيج الاول من المستوى الثاني. الستيج الثاني من المستوى الثاني اللي هو لا بيبدأ انه انا بلش يصير عندي نوع من الضمير، خلينا نحكي شو يعني، انه
انا في قواعد في المجتمع، في وكأنه عقد اجتماعي، وانا بلتزم فيها، انا بلتزم فيها، تمام، انا اللي بلتزم فيها، تمام، لانه انا بدي التزم فيها، عندي حس صار في الالتزام بهذه القواعد، تمام. فصار عندي اول شيء حس، كان الستيج الاول من المستوى الثاني، حس بانه بدي اصير هذا الشاطر، وهو المستوى اللي بعده او الستيج اللي بعدها في هذا المستوى، صار عندي انه في عندي قواعد عامة اجتماعية، فانا صار عندي ضمير يعني نوعا ما يلزمني بهذا. المستوى الثالث احنا بنسميها بوست كونفنشنال، ما بعد الاخلاق التقليدية، خلينا نحكي يعني مستوى اعلى، خلينا نحكي بشكل عام، اللي هو بيحصل المفروض بعد 16 سنة. في برضه تو ستيجز، الستيج الاول اللي هو انه بيصير عندي اعتقادات انه هناك حقوق لكل انسان، وهناك عقد اجتماعي، وانا بدي التزم احترام حقوق الاخرين والاشياء المتفق عليها اجتماعيا وثقافيا ودينيا وهكذا، تمام. هيك هل في مستوى اعلى منه؟ نعم، اللي هو المستوى الاعلى منه بحسب كلام كولبرغ، انه انا اصلا تصير، شو هي، وين راح ستيج 2، اللي هو صار عندي شيء بنسميه يونيفرسال برينسيبلز اوف جاستس، بعيدا عن الناس شو عاجبهم شو مو عاجبهم او حقوقهم الشخصيه او كذا، لا لا، هو في شيء اسمه حق، في شيء اسمه عدل، في شيء اسمه حق، وفي شيء اسمه عدل، وانا التزم هذا الحق وهذا العدل بغض النظر عجب الناس ما عجبهم، متوافق مع القيم الاجتماعيه ولا مش متوافق، في شيء اسمه حق، لان المجتمع ممكن ينحرف، لان الناس ممكن ما تعرف شو حقوقها وواجباتها، ممكن واحد يطلب شيء هو مش حقه والعكس، فانا بلتزم بهذا. وبيحكي لك هو حسب كلام كولبرغ انه هذا مش كل الناس بيوصلوا هذا المستوى يعني. على كل حال في نقود برضو على نظرية كولبرغ انه لا، مش بهذا الترتيب يعني بالضبط. اخر شيء حول 6 رولز اند 6 ديفرنسز، انا راح اترك هذا الموضوع نتكلم فيه عند لما نيجي نحكي عن الهيومن سيكشواليتي، لكن بشكل عام برضو في عندنا سايكو سيكشوال ديفلوبمنت، هناك تطور في موضوع الحس الانسان، في موضوع الجنس، منها الجندر ايدنتيتي، انه لما يبدا، متى بيبدا الطفل يشعر انه هو ذكر او انثى، هذا بالعاده بيبدا مبكرا عمر سنتين ثلاث، وحتى تصرفات الاطفال بتبدا مبكرا، انه تمام الجندر تايبنج، انه 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 تمام كيف بيتصرف الولد وكيف يتصرف البنت بيفرق، ماشي، المجتمع ممكن يشجع هذا ويطوره او ممكن يحرفه، ولكن بيحصل. الجندر كونسستنسي، اولا باول بيبدا الطفل يعرف انه الجندر هذا صحيح، اول شيء بيحكي الولد بيلبس هيك، البنت بتلبس هيك، بعدين بصير يعرف حتى الولد لو لبس بنت بيظل ولد، البنت حتى لو عملت تصرفات بنت انه ما البنت لو عملت تصرفات ولد بتظل بنت، وهكذا. خليني بس احكي في نهايه هذا الكلام، انه لما نيجي نحط هذا كله في السياق الاسلامي، احنا نعترف بانه تمام النيتشر والنيرتشر لها دور، ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او يمجسانه او كذا، فالفكره انه في اشياء فطريه موجوده في الانسان، ثم البيئه تؤثر عليه، هذا كقاعده عامه. هذه التفصيلات تدرس ومتاحه للدرس يعني العلمي والبحثي والنظريات المختلفه، وما يثبت فيه العلم ليس عندنا اشكال في تقبله، لانه هذا من منهجنا، يعني من منهجنا في فقه النفس، من منهجنا في علم النفس الاسلامي، انه القاعده العامه حاضره، اللي هي انه في فطره وهناك شيء يبنى عليها وهناك شيء يتغير فيها، تمام. التفصيلات تأتي في البحث الشرعي، تأتي في البحث التجريبي، تأتي بالنظريات المختلفة والبناء عليها وهكذا. طيب خلصنا هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.